التكتيك ده كان من حسام البدري ولا من إدارة النادي الأهلي بشكل عام؟ لا هو يعني التكتيك طبعا كان من كابتن حسام. انا الناس بس تعرفه ان كابتن حسام انا على المستوى الشخصي يعني اعرفه من وانا في الناشئين النادي الاهلي ودربت معاه وانا موجود في الناشئين النادي الاهلي. ويمكن هو وانا صغير كان خدني ووداني الكابتن صالح سليم الله يرحمه قال له عماد متعب ده هداف الناشئين وهيبقى من اللعيبه المهاجمين المميزين جدا. وكانت علاقتي بكابتن حسام على مدار سنين طويله مميزه جدا جدا جدا. ما اعرفش مره واحده يعني كان في 2000 على ما اعتقد و10 على ما اعتقد او 2011 مش متذكر كان دي كانت البدايه ان انا ما كنتش بلعب معاه باستمرار. وبعد كده رجعت العب واجيب جوان. وبعد كده هو ساب النادي الاهلي. لما رجع المره اللي بعدها كان غريب جدا معايا في المعامله يعني بره الملعب شخص تاني خالص جوه الملعب شخصيه يعني انت ليه بتعمل معايا كده؟ ليه يا كابتن حسام مش عايزنا ابقى موجود في النادي؟ ليه مش عايزنا اكون موجود في الملعب؟ طب ما يمكن رايه الفني انك انت مش جاهز. ما عنديش ما فيش اصل قصه مش جاهز دي صعبه جدا يعني لو انا مش جاهز سنتين دي تبقى كارثه. لو لعيب مش جاهز لمده سنتين دي تبقى كارثه. جهزني. تاني حاجه انا لعيب ماتشات مش لعيب اللي تلاقيه في التمرين مموت نفسه. مع ذلك كانت الفترات الاخيره اخر 3 4 سنين في النادي الاهلي انا كنت بتمرن اكتر ما بلعب. طب اتكلمت معاه؟ اتكلمت معاه اكتر من مره. قال لك ايه؟ قال لا هتلعب وهتاخد وقتك في بدايه لما مسك في النادي الاهلي. ومع ذلك ما كنتش بلعب ما كنتش بشارك. خدت عقود كتيره جدا ما كنتش بشارك. الفتره الاخيره هي كانت الاصعب يعني اللي حسيت بقى ان لا مش لعب وتلكيك يعني في ماتش من الماتشات بيناديني في الدقيقه 84 85 النتيجه كانت 2-0 على ما اعتقد وخلاص مش محتاج حاجه من نزول يعني فماشي براحتك. ماتش الاتحاد؟ مش فاكر مش متذكر الماتش بالظبط. في مباراه من المباريات كنا كسبين 2-0 وبينادينا انت زعلت وحذفت التيشيرت بتاعتك. انا ما حذفتش تيشيرت على فكره انا رميت ده قميص التسخين مش تيشيرت النادي الاهلي شيلته ورميته على جنب. بس انا رميته ليه؟ لان هو كابتن حسام كان بيزعق لي قبلها. هو بيقول لي تعالى بسرعه قلت له ما انا جاي. قال لا بقول لك تعالى بسرعه ما تردش عليا قلت له ما تزعقليش. فرحت قلع التيشيرت ورميها. هو ايه الفكره ان انا اجي بسرعه ولا اجي ببطء؟ ما انا جاي يعني الدقيقه 84 احنا كسبانين 2-0 الكلام ده تزعل مني او تتضايق مني لو احنا خسرانين او متعادلين طبعا لازم اجي بسرعه عشان انزل ويبقى في وقت. لكن النتيجه 2-0 وهتنزلني العب بقى 4 دقائق 5 لو انت عايز تنزلني من بدري ما تناديني من بدري 6 دقائق هعمل فيهم ايه؟ هي دي كانت وجهه نظري. ومع ذلك على طول راح واخد قرار ان انا ما ابقاش موجود. والماتشات اللي بعدها اهي بالظبط ده قميص ده القميص الاصفر ده بتاع ده قميص بنسخنه انا ما عملتش فيه اي حاجه خالص يعني انا رميته طبعا رميته ده طبيعي جدا بس هو في العادي ما احنا بنرميه يعني انا لما بروح اسخن بقلعه وارميه ما بشيلوش ما باخدوش بالحضن يعني رميته كنت متضايق كنت متعصب جدا 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 في اللقطه دي لانه بيزعق لي قدام اللعيبه وانا كابتن النادي الاهلي ما ينفعش حتى ان انا يبقى طريقه الكلام تكون معايا بشكل هي دي الفكره بدي اللقطه اللي انا حسيت ان وقتها لا التلاكيك انا ماليش دور يعني هو بيضطهدك نقدر نقول لا مش هو ما اقدرش اقول بيضطهدني هو ليه وجهه نظر كابتن حسام ليه وجهه نظر تحترم لان هو المدير الفني في الاخر الفرقه كانت بتكسب وهو محقق نتائج جيده جدا بس انا اللي مزعلني عدم الوضوح والتلاكيك يعني انا كنت في الفتره دي بقول له انا عايز العب او اخد فرصه يعني ارميني في البحر لو انا بقول لك بعرف اعوم وانت بتقول لي ما بتعرفش تعوم البحر هو اللي هيبين كنت صادق ولا كذاب. وفي نفس الوقت جمهور النادي الاهلي عمره ما يحب عماد متعب عن النادي الاهلي يعني لو انا وحش هم اكتر ناس هيقولوا لي ما تبقاش موجود. فقلت له اديني ماتشين ثلاثه ولو ربنا كرمني فيه وما كنت كويس خلاص ما كنتش كويس انا مش هتكلم معاك تاني. وعدني ان انا هلعبه وخلف وعده. وعدني تاني ان انا هلعبه وخلف وعده تاني. ما شفتش مستقبلك ليه في حته تانيه؟ ليه كنت صابر الصبر الكتير؟ بقالي 23 سنه في النادي الاهلي مستقبلي فين؟ في حته تانيه في مصر صعبه جدا جدا. ومع ذلك انا قاعد مستني قلت له مستني فرصه يعني انا عماد متعب بالانجازات اللي حققتها الحمد لله مع النادي الاهلي ومستني فرصه ان انا اخدها. طب ما ساعدش ليه تلعب بره مصر تاني؟ ما كانش ده في حساباتي كان تفكيري ان انا هتيجي الفرصه وهلعب. لما اللقطه بقى لما اللي خلتني خلاص قلت انا مستحيل اكمل في النادي الاهلي طول ما كابتن حسام موجود لان هو بلغه الكوره خلص عليك. هو خلص عليا يعني نهاني تماما السنتين دول انا كنت شبه مش موجود يعني انا كنت بتكسف من نفسي كل مره اروح البيت انزل البيت رايح المعسكر لابس لبس المعسكر اقول لمراتي وبناتي رايح المعسكر يلاقوني راجع تاني في الاخر بقى شكلي وحش قدام اللعيبه وقدام مراتي وبناتي بقيت بنزل بلبس خروج وحاط لبسي في العربيه لو دخلت المعسكر بلبس لو ما دخلتش المعسكر بروح عادي جدا علشان ما يبقاش شكلي وحش. هي اللقطه الاخيره ان احنا في مباراه كنا متعادلين فيها وانا موجود على الدكه وكان احمد ياسر ريان
وقرر ان هو ينزل احمد ياسر ريان. فخلاص عرفت ان انا في اللحظه دي انا الموضوع بالنسبه لي انتهى. خدت قرار عشان تروح التعاون السعودي. انا ما خلاص وقتها ما كانش ليا دور على ما اعتقد. الاهلي لعب مباراه وديه مع اتلتيكو مدريد وانا قلت للكابتن سيد عبد الحفيظ ان انا مش هبقى موجود في المباراه لحد ما امشي من النادي. يعني خلاص انا مش هكمل في النادي الاهلي لان وجودي في النادي الاهلي في الفتره دي هيبقى صعب جدا.